تحية عالية من داخل طلعة التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد. بداية تحية لكل المنابر الإعلامية الشريفة الحاضرة معنا، تحية لكل الضمائر الحية، كل تضامن مع الأساتذة المتابعين كيديا والأساتذة الذين يحاكمون الآن بتهمة النضال من أجل استقرار وظيفي ومعيشي ومن أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية على غرار كل زملائهم. المجد لكل الشهداء، على رأسهم شهيد المدرسة العمومية عبد الله حاجيلي. بداية لازلت أتذكر يعني بداية تأسيس هذا الإطار اللي هو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد آنذاك قبل أن يظهر يعني فوج الأطر الذين فرض عليهم التعاقد. بداية المقر يعني قبل 5 سنوات رفقة مجموعة من المناضلين. يعني بروز هذا المخطط ديال التعاقد اللي تم تأسيس ليه يعني لسنوات من قبل مجموعة من الحكومات السابقة، وتم التنزيل ديالو بعدما تم تهيئ واحد الظرفية، وهذا التعاقد هذا اللي لازلنا كنا ولازلنا نعيش الويلات ديالو، وأكيد حتى أبناء يعني الشعب المغربي سيعيشون الويلات. وهذا ما كنا نؤكد بأن هذا المشكل ديال التعاقد هو مشكل ليس مرتبط بالأساتذة والأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ولكن هو مشكل لكل الشعب المغربي من إطارات سياسية ونقابية وجمعيات حقوقية ومنابر إعلامية. إذن لزاما أن يكون الجميع يتجند من أجل إظهار يعني السبب الحقيقي وراء ظهور يعني هذه المخططات التي لا تمس الاستقرار المهني بصلة. إذن هنا قبل ما ندخل يعني الموضوع تأسيس ديال التنسيقية الوطنية الكرونولوجية ديالها بشكل بسيط، جاء نتاج أن وجد واحد الكتلة كبيرة من الأساتذة يعني عشرات الآلاف، أنا باقي تنذكر يعني من 2017 2018 يعني دائما كتزاد تقريبا 20,000، الآن حنا 124,000 بالإضافة إلى الفوج الجديد، يعني واحد الكتلة اللي كتزاد، وأكيد واحد الوقت غادي نوصلوا 100% من الأساتذة اللي كيسمونا هما أطر أكاديميات، واللي كنقولوا حنا بأن نفرض علينا التعاقد، لأن التعاقد شريعة المتعاقدين. ولازال الجميع يتذكر في 2017 كيفاش أنه جا واحد العقد اللي هو يعني ديال سنتين، وفي مجموعة من الشروط الإجحافية ديال يفصل بدون يعني إخبار في 5 أيام، يعني ومجموعة من الشروط اللي دفعات من أجل تأسيس هذا الإطار. وحنا تنقولوا بأن التنسيقية الوطنية كانت ضامنة لجمع كل هاد الأساتذة باعتبار أن كاين واحد المجموعة ديال الإطارات النقابية، ولم نكن يوما يعني بديلا على هاد الإطارات النقابية، ولكن طبيعة المشكل كان يستلزم يعني واحد النوع ديال الوحدة بين جميع هاد الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد. وهنا أتذكر بطبيعة الحال المواقف ديال التنسيقية الوطنية من سابق عهدها، وكذلك يعني لا تفوتني أن أعلن التضامن ديالي مع الجامعة الوطنية للتعليم اللي تم الإبعاد ديالها من الحوار الأخير بعدما تم إبعاد لجنة الحوار الوطنية لتنسيقية الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، مما يؤكد أن جميع الأصوات التي تكون مخالفة وتروم الدفاع والدود عن المدرسة العمومية وعن الحقوق يتم إبعادها، وبالتالي سير في تنزيل مجموعة من هذه المخططات وهذه الأنظمة الأساسية التي لنا منها موقف صريح منذ البداية. وآخرها يعني العمل الآن على إنشاء يعني بعض السكرتاريات يعني وبعض المؤتمرات من أجل إقناع الأساتذة للأسف الشديد أن هذا النظام الأساسي الجديد أنه يعني مفيد وبزاف ديال الأمور. للأسف الشديد إحنا لسنا ضد الإطارة النقابية، ولكن قلناها بكل صدق، نحن ضد سيس هذه السكرتاريات وضد يعني العمل على إضعاف التنسيقية الوطنية والعمل على تضليل الأساتذة في مؤتمرات التي يعني تروم طبيعة الحال الدفاع على النظام الأساسي الجديد اللي لا يتماشى مع المبادئ والمواقف ديالنا كتنسيقية وطنية، اللي هي المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وخير دليل على هشاشة هذه الأنظمة الأساسية واللي منهم يعني للأسف الشديد بعض الإطارات التي تطبل هذا النظام الأساسي ويعني ما عطتش شيء جديد إلا محاولة للحضور في حوارات لا تمت المواقف ديال التنسيق الوطنية وهذا الشيء غير الواسع، وبالتالي العمل في المقابل على إضعاف ومحاولة ضرب هذا الإطار الذي أهدى الكثير للشغيلة التعليمية في ظرف 5 سنوات واللي قدمنا الكثير والكثير من معطوبين ومتابعين وجرحى وموقوفين كذلك ويعني وتهديدات يعني باستفسارات كيدية لمجموعة من المناضلين. وخير دليل على هذا هشاشة النظام الأساسي هو ما لحق وما يلحق الآن مجموعة من المتابعين أو المحاكمين الآن داخل هذه المحاكم، وكذلك يعني حتى وصلت حتى لحد التوقيف التوقيفات من هذا التوقيف ديالي شخصيا اللي يعني كأستاذ مناضل بطريقة سلمية ودافع من أجل الحق ديالنا في استقرار مهني ووظيفي. وبالتالي تم بعد مجموعة من الاستفسارات ومجموعة من التضييقات التوقيف ديالي بشكل اللي هو اعتبره انتقاميا وكيديا، وتوقيف يعني مع سبق الإصرار والترصد، وتوقيف ينم عن أولا على هشاشة هذا النظام الأساسي الجديد، وينم كذلك على أن المنظومة التعليمية بشكل عام في خطر وخطر كبير يتهددها من خلال يعني التحفيز على أجراءات وتنزيل مخططات لا تمت الاستقرار وظيفي ومهني بصلة. إذن الإشكال ديال التوقيف قد يسأل متسائل هل هو مرتبط ما هو مهني؟ لا، الحمد لله جميع التقارير يعني أنا ل5 سنوات داخل القطاع تؤكد الحمد لله الكفاءة وتؤكد الحضور ديالي والانضباط ديالي، يعني ما عندش حتى علاقة بما هو مهني. كان واحد المشكل، وباعتباري داخل الأجهزة التنظيمية التنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كان واحد مشكل ديال واحد المديرة في ابتدائي من طبيعة الحال اللي دخلت في شنآن مع الأساتذة ومحاولة يعني بمجموعة من المحاولات من أجل يعني الدفع ديالهم والإبعاد ديالهم على الإطار ديالهم ودفعهم إلى اجتياز التأهيل ويعني ممارسة يعني بعض الضغوطات للأسف الشديد على الأساتذة. وبالتالي كانت واحد المحاولة ديال رأب الصدع داخل هذه المؤسسة مرارا وتكرارا لكن بدون نتيجة. أرتأينا آنذاك أن نجري واحد وقفة مع رفقة نقابتي سيديتي ونقابة ليفينه، وكان بيان من طبيعة الحال بعد البيان ديال الأساتذة داخل هذه المؤسسة اللي كيأكدوا من طبيعة الحال حجم تضييقات عليهم داخل هذه المؤسسة، واللي بعد أن ما تمكناش يعني فكد الإشكال هذا وبقى ديك الممارسة للأسف الشديد يعني على الأساتذة. أنا ذاك يعني أجرينا وقفتين أمام المؤسسة بشكل وسلمي مطالبين بأن الناس أن تدخل ونؤكد بأن هناك شيئا ما داخل هذه المؤسسة ليس على ما يرام. وفعلا جاو لجان على المديرية الإقليمية ديال الزلال وحضروا بطبيعة الحال وحاولوا أنهم يفكوا هذه المشاكل داخل المؤسسة، لكن للأسف الشديد بدون أي نتيجة تذكر، وعادت حليمة لعادتها القديمة وبقي التضييق على الأساتذة وبقي الإمطار ديالهم باستفسارات وبقي مجموعة من الأمور. وهاد المديرة اللي بطبيعة الحال اللي اتهمتني أنا غير مرارا وتكرارا وصل الأساتذة، وعندي أدلة كل الدلائل أننا كنبيعوا ونشتروا في الأساتذة وبأننا عندنا رخص وبأن وراني يعني بطبيعة الحال فاش دخلنا في هذا الشنآن هذا المديرة يعني من خلال واحد أوديو كان داخلي مع الأساتذة كان أوديو داخلي اللي حذرنا من هذه الممارسات يتم يعني استنساخه ويعني تسريبه من داخل يعني المجموعة ديال الأساتذة، ويتم استغلاله من طبيعة الحال من أجل واحد المحاكمة
من طابية الحال بتهمة تشهير، ورغم أن حتى في الكلمة ديالنا ما عمر كانت يعني الصفة أو حتى الاسم ديال هذه المديرة هذه ولا الصفة ديالها، يعني بالاسم ما تذكرتش. أنا ذاك تم الحكم علي يعني يوم جوستا 2023 بأربع أشهر موقوفة التنفيذ و 7000 درهم، 2000 درهم تعويض و 5000 درهم غرامة. مع العلم أن من بعد تعطاني واحد تكليف أن ندخل يعني الإعدادية، وفعلا يعني مشيت باش أنا ندخل الإعدادية. واحد الوقت يعني كيتواصلوا معايا تقول لي خصك ترجع للمؤسسة ديالك الأصلية، راه واحد الأستاذة يعني راه يعني في حالة رخصة. رجعت مباشرة يعني بعد أربع أيام، يعني كيجيني واحد التوقيف اللي فيها توقيف، يعني يوم 3 مارس في توقيف عن العمل وتوقيف الأجرة. يعني والغريب في الأمر أن مشكل عادي مع مديرة ما كيترتبش ما هو مهني، وحنا في نفس القطاع يتم استغلاله. نحن بطبيعة الحال مع القضاء، نحن ما كنطعنوش في القضاء ولا في المصداقية ديال القضاء، لكن أن يتم استغلال بند قضائي من أجل تصفية الحساب من بعد ما تم التوقيف ديال الزوجة ديالي بطبيعة الحال، ومحاولة تشريد التوقيف ديالي كذلك، تم التوقيف ديالي وتوقيف الأجرة، يعني بشكل هو سادي وبشكل اللي هو انتقامي واضح جدا، واضح المعالم. إذن توقفت لحد الآن، يعني غادي دابا ثلاث أشهر، حنا غادي الأربعة أشهر، أستاذ موقوف وموقوف الأجرة. والهدف من طبيعة الحال ليس بسبب ما هو مهني وليس بأي تقرير يعني يمس الوظيفة ديالي، ولكن بسبب يعني مشكل عادي وخارج على المنظومة، مشكل بسيط مع مديرة يتم التوقيف ديالي وما يتمش التوقيف ديالها. وهنا كنرجعوا لهشاشة النظام الأساسي الجديد، لأن المديرة في تابعة الوزارة في الوظيفة العموم الوزارة لم يتم المساس بها، في حين أني أنا أستاذ في نظام أساسي هش بمجرد يعني نزوة يتم يعني الإبعاد ديالي ويتم التوقيف ديالي في الوقت. ولهذا أنا أعتبر أن هذا إجراء هو إجراء كيدي وإجراء انتقامي، ليس متعلق ما هو مهني ولكن بسبب نضالاتي اللي تنعتبرها نضالات مشروعة ونضالات حقوقية من أجل ملفات يعني عادية جدا. إذا الآن كذلك رفعت دعوة يعني بالمديرة للأسف الشديد هذه لثلاثة أشهر، ورغم أن الحكم اللي صدر كان فقط في الابتدائي ما كانش يعني النهائي، تم الاستئناف ديال الحكم، لكن سارعت يعني للأسف الشديد المديرية أو يعني الأكاديمية في شخص مديرية الزلال سارعت من أجل تنزيل هذا التوقيف هذا والحرمان ديالي من ممارسة المهام ديالي لحد الآن إلى أجر غير مسمى، رغم أنه مازال ما كاينش يعني الاستئناف. وهنا حتى نستحضر بأن يعني أربعة أشهر موقوفة التنفيذ يعني من الناحية القانونية ما فيهاش أي حاجة كدعي يعني التوقيف ديالي بهذا الشكل هذا، ومحاولة الإبعاد ديالي ومحاولة بطبيعة الحال بطبيعة الحال المتابعة ديالي بسبب النضالات لا أقل ولا أكثر، سبب الدفاع ديالي على الحق ديالي، رفقة مجموعة من الأساتذة بمديرية الزلال وبجهة بن ملا خنيفرة ككل. قلت رفعت دعوة لحد الآن ثلاثة أشهر مازال ما كاينش يعني كذلك على المديرة، في حين أن تم الإسراع وخرجت الدعوة بسرعة البرق، واللي تمت المحاكمة ديالي يعني بواحد الشكل اللي وسريع، في حين الدعوة اللي رفعت ضد المديرة وعندي جميع الأدلة وعندي شهود بأن هي من تهجمت علي وهي من أساءت لسمعتي وهي يعني اللي أعطتني اتهامات خطيرة وخطيرة جدا، وعندي شهود أن لحد الآن ما برزتش ما ظهرتش. كذلك الاستئناف، رغم أنني وليت يعني بين المحاكم طلع نزل، لحد الآن الاستئناف ما كاينش،
لسبب يعني ازيد دابا من 3 اشهر مازال ما كاينش الحكم ديال الاستئناف. حنا كما تنقولوا وتنعاودوا لسنا ضد الحكم، ولكن نحن ضد ان يتم استغلال هذا الحكم. نحن مع حكم قضائي نزيه ومستقل، ولكن مع انه يتم استغلال اي حكم من اجل الابعاد ديالي ومن اجل الانتقام ومن اجل تشريد هذه الاسره هذه، فهي بطبيعه الحال تدل بما لا يدع مجال للشك. وهذه يعني مناسبه لدعوه الجميع الاساتذه انهم ما يتغطروش بما يسمى بالنظام الاساسي الجديد اللي هو نظام اساسي هش، والدليل يعني امامكم. وبالتالي هذه المساله من طبيعه الحال لتاكدوا بان انا مقبل كذلك على اشكال نضاليه قويه، وقلناها مرارا وتكرارا مهما كلف الامر، يعني وين كلفني الامر حياتي، لان هذا حقي وحقاني ندافع عليه بكل ما اراه مناسبا من اجل ضمان كرامتي. فالكرامه اولا، كما يقال على الذي لا يحس بكرامته ان يعني يبتعد عن قطاع التعليم. وبالتالي انا اعتبر ان هذا الهجوم يعني مفروض، وبالتالي بعد انتظار لازيد من 3 اشهر يعني ما بقاش بديل الا النظام بطبيعه الحال. وكما قلت اقولها امام جميع المنابر الاعلاميه وليعلم الجميع يعني القاسي والداني ان مستعد للتضحيه حتى باعز ما املك وهو روحي من اجل الدفاع عن الكرامه ديالي. فلنكن يعني بكرامتنا فوق الارض او نكون عظاما تحت الارض. هذه شهاده للتاريخ انني مستعد من الان فصاعدا من بحر هذا الاسبوع للدخول في اشكال نضاليه قويه، لاني احس بالظلم واحس بالحقره واحس بنوع من التواطؤ للاسف الشديد. وهنا يعني ادعو في المقابل بعض الاطارات النقابيه ان تتحمل المسؤوليه ديالها التاريخيه، وكذلك بعض المنابر الحقوقيه والمنابر الاعلاميه الشريفه ان تدي الدور ديالها من طبيعه الحال من اجل تغطيه يعني هذا الحدث، لاننا ملزمين بالدفاع عن حقوقنا مهما كلفنا الامر. الان لاربعه اشهر مشرد، ورغم انه ما كاينش حكم نهائي الى اجل غير مسمى، وجاء توقيف يعني بشكل هو سريع يؤكد فعلا اننا لسنا بخير، وانني لن اكون الموقف الوحيد، بل قد تتحول الى اي واحد يعني ابدا موقف مغايرا قد يكون مصيره بطبيعه الحال تشريد، ومصيره الابعاد عن المنظومه، ومصيره ربما السجن الى غير ذلك. تحيه مجددا لكل المنابر الاعلاميه الشريفه وكل الحقوقيين، ونؤكد من هذا الندوة لجميع الأساتذة أنهم يلتفوا حول الإطار ديالهم الوحيد اللي هو تنسيقية الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، يعني كبر الأمان والسفينة الوحيدة من أجل النجاة يعني من أي تشرذم وأي محاولة لتضليل الرأي العام بأن هذه الأنظمة الأساسية هي من صالحنا، هي بطبيعة الحال. وهنا تنأكد أين غابت هذه الإطارات النقابية من أخذ موقف صريح مما يقع، يعني لم تحرك ساكنا في الوقت اللي مشات الآن يعني في مؤتمرات، ومشات الآن من طبيعة الحال كتجر الأساتذة لتأسيس بعض السكرتاريات، ومشات الآن يعني تابعة حوارات اللي هي فارغة ما كتمشاش مع المواقف ديالنا. أين هي هذه الإطارات النقابية مما يقع ومما يقع للأساتذة من هجومات ومتابعات والتوقيف الكيدي الذي طالني. تحية مجددا، ودمتم ودمنا لنضال أوفية. تحية أستاذي، أعتذر على الإطالة. تحية الأستاذ هلال اللي حاول أنه يحيط يعني بالمداخلة ديالو جميع تفاصيل الملف ديال التوقيف ديالو الانتقامي، وكذلك اللي اعطى المواقف ديال التنسيقيه ابرزها الموقف من رفض النظام الاساسي الجديد، وكذلك يعني محاوله بعض النقابات انها تعقد اجتماعات وطنيه لتلميع الصوره ديال النظام الاساسي الجديد. طبعا الامر يتعلق بواحد النقابه معينه اليوم اللي كتعقد لقاء وطني. كذلك اشار الى مساله ان النقابات الآن التي تتهافت على الجلسات ديال إعداد النظام الأساسي لم يعني تعطي أي موقف صريح
بخصوص 70 متابع ومتابعة في التنسيقية بما فيهم الأساتذة اللي هما صدر في حقهم أحكام نافذة. هذه النقابات الأربع تواصل هذه الجلسات، وهناك احتمال أن مثلا الأستاذة زها مجدي أنها غدا يتم اعتقالها بسبب تأييد الحكم. دونك أنا في مداخلتي غنحاول نحيط بملف المتابعين أكثر، ونحاول كذلك نوجه رسالة للرأي العام وكذلك الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد. باختصار شديد احنا في التنسيقية الآن وصلنا ل 70 متابع ومتابعة. قلت كما قلت تم استغلال جائحة ديال كورونا في التضييق على هذا الإطار الصامد اللي برز نضاليا في الحركة الاحتجاجية المغربية وفي الحركة الحقوقية والنقابية. الأمر يتعلق كما قلت من قبل بالفوج ديال 20 أستاذ وأستاذة، الفوج اللي ضمنه الأستاذة نزهة مجدي المتابعة أو اللي صدر في حقها حكم نافي بثلاث أشهر. السنة الماضية على ما أظن في 15 مارس كان الحكم الابتدائي. أذكر كذلك بأن المسار ديال المحاكمات كان طويل جدا من سنة 2021. هذا المسار ديال الجلسات اللي هو طويل خلق واحد الاستياء كبير عند الأساتذة المتابعين لأنهم كيتنقلوا من مدن بعيدة جدا، وكذلك حرم واحد الزمن مدرسي كبير اللي الآن الوزارة كتبجح به عند يعني خوض الإضرابات من طرف الأساتذة، كتقول بأن هاد الأساتذة يقومون بحرمان التلاميذ والمتعلمين والمتعلمات من الزمن المدرسي. هي الآن تحريم المتعلمين والمتعلمات من زمن مدرسي ديال 70 أستاذ وأستاذة اللي كيجيو يحضروا المحكمة دائما، لكن يتم تأجيل الجلسات ديالهم واحد المسار طويل ديال المحاكمات اللي كيتم هضر فيه واحد الزمن كبير ديال المتعلمين والمتعلمات والأستاذ يحضر المحكمة في حين أن الموقع الطبيعي ديالو هو القسم. احنا كتنسيقية طبعا في حالة تم تأييد الحكم غدا غنعقدوا مجلس وطني استثنائي مستعجل في الليلة ديال الغد اللي هي 22 ماي 2000. هذا الأستاذة نزهة مجدي كيفما كان الحكم سواء تم تأييده أو تخفيف العقوبة أو يعني نقضوه، الأستاذة نزهة مجدي فخورة. هذا يعني هذه رسالتها للتنسيقية والأستاذات والأساتذة. الأستاذة مجدي كتقول لكم بأنها فخورة بكونها مناضلة في التنسيقية كيفما كان الحكم، فخورة لأنها ناضلت إلى جانب بنات وبنات الشعب المغربي من أجل مدرسة عمومية، من أجل تعليم عمومي مجاني شعبي، وكذلك من أجل حقهم في وظيفة عمومية مستقرة تضمن يعني حقهم في الوظيفة وفي استقرار نفسي واجتماعي إلى آخره. وطبعا وتؤمن كذلك الأستاذة نزهة تؤمن بأن لكل نضال ضريبة ديالو في دولة لا تحترم حقوق الإنسان، في دولة لا تحترم شعبها والقانون والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها. شيء آخر أريد أن أؤكد عليه بأن التهم الموجهة لهذه المتابعين هي كلها تهم مفبركة، هذا الشيء بشهادة هيئة الدفاع. كون أن الاحتجاجات اللي قاموا بها الأساتذة والأستاذات مفروض عليهم التعاقد كانت سلمية، ولعل الفيديوهات والتسجيلات ديال المنابر الإعلامية كتسجل كل شيء، كيف أن الأساتذة هما اللي كانوا كيتعرضوا للقمع، كيف أنه الأساتذة هما اللي كانوا كيتعرضوا للركل والسحل، وكيف أن أب الأستاذة أبونا عبد الله حجيري تعرض يعني استشهد بسبب الاستعمال المفرط للقوة والقمع في مظاهرة ديال 25 أبريل في سنة 2019. دونك قلت كما أن هاد الاحتجاجات كانت سلمية. رأي هيئة الدفاع بخصوص هاد الملف بالضبط، هيئة الدفاع مشكورة ديال هاد الأساتذة، قدمت مرافعة قوية في جلسات المحاكمة، ردت على مجموعة من المغالطات، كون أن المساءلة ديال الأساتذة في بحضورهم علاش حضروا الرباط في واحد اليوم عمل. الأساتذة صرحوا بأنهم في يوم إضراب
وان وكذلك هيئه الدفاع صرحت بان الاساتذه كانوا في يوم اضراب، هذا الاضراب اللي دعت ليه النقابات التعليميه انذاك من اجل تسويه واحد المجموعه من الملفات ديال النساء ورجال التعليم. وكنعرفوا جميع في بلد المغرب بان الاضرابات كيتم الاقتطاع منها من اجور الاساتذه والاستاذات كل شهر، فكيف تحاسب او كيف تسال استاذ على لماذا او ما سبب تواجده في الرباط رغم انه يتم اقتطاع من الاجره ديالو يعني خلال هذاك اليوم. كذلك هيئه الدفاع قالت بان من داخل المحكمه قالت بان التهمه المتابعه او المتابع من اجلها من اجلها الاستاذه نزهه مجدي يعني تهمه اللي هي لا وجود لها الدليل المادي لوجود هذه التهمه ما كاينش، وبان مجموعه من المساطر القانونيه والمواد القانونيه في 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 القانون اللي كيدخل اللي كتدخل ضمن هذه التهمه لم يعني ما تحترمش الى اخره، لذلك يعني تناشد المحكمه من اجل يعني تغيير هذا الحكم وطبعا والبراءة الأساتذة. قلت بأن احتجاجات الأساتذة كانت دائما سلمية، ولعل التسجيلات ديال المعارك والوقفات والانزلات الوطنية راه تشهد على ذلك، كون أن الأساتذة هم اللي تعرضوا للقمع ولا يمكن مساءلة هاد الأساتذة لحضورهم الرباط في واحد اليوم عمل، لأن الأيام اللي كانوا فيها في الرباط هم هي أيام اللي دعات فيها النقابات الإضراب. وكذلك كنعرفوا بأن في بلادنا هذا الإضراب يتم الاقتطاع عليه كل شهر، وبالتالي لا يمكن مساءلة الأستاذ، ودات المحكمة تقر بأن الاقتطاع قانوني، ما يمكنش دات المحكمة تسول تقول الأستاذ ماذا علاش كدير الإضراب أو علاش شنو كدير في الرباط في واحد اليوم ديال الإضراب. كذلك مسألة ديال الهيئة الدفاع وضحت بأن المشرع المغربي فيما يخص خرق حالة الطوارئ الصحية طرح ديك المسألة ديال أنه دي راه المشرع حدد الغرامة وليس ولم يحدد السجن كعقوبة لهاد هاد لهاد لهاد خرق حالة الصحية، وبالتالي ما عندها حتى معنى أن الأساتذة يتم يصدر في حقهم أحكام ديال السجن غير النافذ أو السجن النافذ بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، رغم أن مجموعة من الأساتذة يعني في أثناء التنقل ديالهم ما طلبتش منهم هذه الرخصة، وكذلك كان اللي بغى ياخذ هذه الرخصة وما تعطاش لهم، وكيقولهم بان الرباط ما بقاش في هذاك الشيء، وبالتالي ممكن تمشوا بمعنى ما لقاو حتى شي مانع انهم يتنقلوا للرباط. هذا فيما يخص تقريبا كل مجموعه من كل المعطيات المتعلقه بذاك الملف. الدعوه ديالنا الان لجميع الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد لجميع الشغيلات التعليميه الى المزيد من النضال، المزيد من رص الصفوف، بالذات الاساتذه والاستاذات المفروض عليهم التعاقد اليوم. التنظيم محتاج لطاقات شابه، محتاج الاساتذه اللي هما يعني يضيفوا دماء جديده في التنظيم، وبهذا ادعو جميع الاساتذه والاستاذات الى الانخراط وحضور الجمعه العامه، كاين الان مستجدات كبيره في الملف. اليوم كنشوفوا نقابات تحاول تلميع هذاك النظام الاساسي التراجعي والتقشفي واللي هو خارج الوظيفه العموميه، وهذا الشيء طرحاته التنسيقيه في عده ندوات وفصلنا فيه كيف انه تراجعي بشهاده وثائق الدوله، الوثائق ديال الدوله المؤطره له راه كتقول بانه تراجعي وسوف يكون خارج الوظيفه العموميه. الان بعض النقابات تحاول تلميع هذه الصوره، وبالتالي لمواجهتها يجب الانخراط في المكاتب المحليه في العمل في الصيروره النضاليه والديناميه النضاليه ديال التنسيقيه الوطنيه، بالحضور الجمعات العامه، بالمشاركه في النقاش. كما قلت بان هناك مستجدات كبيره في الملف وتحتاج نقاش
كبير وكتحتاج واحد يعني انخراط واسع ديال الاساتذه. شيء اخر هو ان الاساتذه الان كيطرحوا تفاعلا مع هذا الموجه ديال الغلاء وارتفاع الاسعار كيطرحوا مطلب ديال الزياده في الاجور. هذا الشيء طبعا من حق الاساتذه، وذكر بان مطلب الزياده الاجور دائما كان مطلب من الملف المطلبي ديال التنسيقيه، وإلا كان هذا الملف عنده راه هي الان فراه غادي نقولوه طبعا، لان التنسيقيه هي اطار جماهيري ديال الاساتذه. الى الاساتذه كيشوفوا بان مطلب ديال الزياده بالاجور هو مطلب اني ومرحلي ومهم، واننا سوف نستمر في معركه الادماج واسقاط مخطط التعاقد، فغنطرحوه طبعا كمطلب اني، وغادي نناضلوا عليه جميع. اللي مهم هو الانخراط في الجموع العامه، الانخراط في الديناميه النضاليه، تحمل المسؤوليه في الهياكل الجهويه والاقليميه والوطنيه، وطبعا التعبئه لهذه المعركه من اجل يعني اننا نشوف المغرب افضل بلد، افضل مستقبل، افضل مستقبل يعني افضل المدرسه العموميه والجيل القادم، ونشوفوا الاجيال القادمه تنعم بواحد التعليم شعبي مجاني، مدرسه عموميه اللي فيها مجموعه من المواصفات اللي كيتمناها واحد النهار ان الشعب المغربي يشوف مدرسه عموميه تنتج واحد الجيل مسؤول، جيل صاعد، جيل كفاءات الى اخره، من جميع من المحددات اللي هي ايجابيه. دونك الا كانت عند شي حاجه عند الاستاذ هلال بغي يضيفها يضيفها، سينو ندوزو للاسئله ديال القاعه والمنابر الصحفيه. تحيه تحيه للجميع. اعتذر ربما على الاطاله، غير واحد الاستدراك اللي هو بسيط، وهي كما قال الاستاذ يعني دعوه الجميله السديده بان الحل الوحيد وكافة الشغيلة التعليمية هو الوحدة، راه من غير الوحدة راه، لأن الهجوم على فئة داخل القطاع ديال التعليم هو هجوم على الجميع. وكما قلت سابقا الآن احنا في واحد العد اللي هو عكسي، يعني الأساتذة المرسمين هما غادي التقاعد تينقصوا، الفئة ديال المفروض عليهم التعاقد كتزاد. مثلا على سبيل المثال في المدير ديال الزلال أكثر من 70% أساتذة فرض عليهم التعاقد، ربما يعني السنة المقبلة غادي تكون حتى توصل 100%، بمعنى واحد الوقت غادي يلقاو المنظومة كلها مفروض عليها التعاقد. وبالتالي هاد الشنآن وهاد التفييق داخل القطاع ديال التعليم راه كيضرب المستقبل ديال الأبناء ديالنا، لأن حتى ذاك الأستاذ اللي كيعتقد الآن أنه في واحد الوضعية اللي هو كيعيش واحد النوع ديال الاستقرار أو شبه استقرار عادي، لأن ما نقولوش استقرار كيعيشهم طبيعة الحال الأساتذة يعني في أوروبا وفي الدول التي تحترم نفسها والدول العظمى اللي كتعطي القطاع ديال التعليم كقطاع حيوي يعني الأولوية. غادي تلقى بأن الإبن ديالك وحتى الإبن ديال جميع الحرفيين والمهنيين، الإبن ديالك مستقبلا ما غاديش يلقى الوظيفة العمومية، لأن دابا أنتم كتشوفوا بأن هو حاولوا أنهم يسريوه وينزلوه يعني عنوة يعني بالحوار اللي تيكون احيانا حوار اللي من طبيعة الحال الحوار ماشي من اجل ان تبادل يعني الاراء ولا انه يتجاوب معك، ولكن حوار فرض الواقع. ما بغيتيش تمشي معنا في ذاك الحوار اللي بغينا ذاك الشيء اللي قلنا لي قول اه، ما بغيتيش سيتم ابعادك، والدليل تم ابعاد لجنة الحوار ديال تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ثم ابعاد كذلك احدى النقابات النقابة الجامعة الوطنية للتعليم. وبالتالي خصو يبقاو النقابة اللي تيقولوا اه، نهار تقول لا راه ما بقاش عندك الحق في الحوار. إذن على اي حوار نتحدث؟ اش من حوار هذا مازال؟ اش من حوار باقي؟ وبالتالي راه تنقولوا تنعاودوا، راه المشكل ديال التعاقد هادشي خطير وخطير بزاف. كاين اللي تيعتقد بان حنا اللي معنيين، والان هما غاديين باش انهم ينزلوا ربما في القطاع ديال الصحه وغادي ياخذ يعني جميع القطاعات، لان هذا ورم خبيث، التعاقد ورم خبيث وخطير. ومن يدافع التعاقد الان ولبعض الاطارات للاسف الشديد اللي كتحاول دابا تلمع الصوره ديالها عن طريق تضليل الراي العام وتقنعهم بان هذا النظام اساسي راه من الصالح ديالهم، فتتحمل وزرة ما يقع للتاريخ. أنتم تقبرون حق أبناء هذا الشعب المغربي، أنتم ترتكبون جريمة في حق أبناء الشعب المغربي.
أنتم بهذه الممارسات ربما مقابل يعني بعد التفاهات أو بعد الفوتات، وتتحاولوا أنكم يعني تكونوا طرف مع من يضرب في عمق المدرسة العمومية، وأحد المحاور ديال المدرسة العمومية اللي هو الأستاذ. للأستاذ الآن كتشوفوه بأن حتى المظاهر ديال الأستاذية ما بقاتش، ما بقاش الأستاذ قد أنه يلبس كوستيم مثلا ويدير طوموبيل ويدير إلا خذ كريدي 5000 درهم من الأساتذة، وكاين واخدين كريديات هز يعني الاقتطاعات ديال واحد 2000 درهم، والاقتطاعات اللي كنعتبروها سارقة كاملة الأوصاف، لأن ما يمكنش أنك كدير إضراب ديال يومين كتلقى 2300 درهم. الآن تنعرفوا أساتذة لأزيد من 4 سنوات 2300 درهم 2400 درهم، ما عرفوش نسيهم السيستيم ولا ما نعرف اشنا هو نساوهم، ولا انه تخفيض في الاجور، ولا ما نعرف نزلنا السلم 8 ولا ما نعرف اشنا هو. وبالتالي هذا الاستاذ اللي كيبقى لي ديك 2500 درهم، وبالخصوص اساتذه الاعدادي والثانوي، وكاين في واحد تتعرفوا بان الاعدادي والثانوي بطبيعه الحال كتكون اما في المدن ولا في المناطق الشبه حضاريه، يعني خصو يكري على الاقل واحد 1000 درهم ولا 1300 درهم والماء والضوء والتنقل الاخري، يعني مظاهر تفقير تفقير الاستاذ. ما بقيناش نشوفوا ذاك الاستاذ اللي كان في واحد الوقت اللي الاجره ديالو كانت الاجره الثانيه في المغرب، استاذ اللي يلبس الكوستيم مثلا ويلبس مزيان وصباط مسيري وكذا الى اخره والطوموبيل ويدير الدار الاخيري اخر شيء، ربما يوصل لي حتى يكون عنده تقريبا يمشي للتقاعد. حنا يعني للاسف ملي تلقى الاستاذ انه يعني ما كيتلقاش الاجر من اجل انه يعيش، ولكن فقط الاجر من انه يبقى على قيد الحياه، باش يبقى على قيد الحياه. وللاسف شديد مظاهر، وبالخصوص بعض المواقع حتى في المناطق ديال الجبل كاين اساتذه يعني في مناطق اللي هي بعيده، خصو غير الا بغى يوصل ديك البلاصه داير بحال وتنقول العش ديال بلارج، خصو في جميع انواع ديال الترانسبور يستعملها، من طاكسي الكاميو الكرويله البهيمه باش يوصل. يعني في منطقه ما كاين فيها السكن الوظيفي، كاين اللي ساكن وسط القسم، وما كاينش الانترنت، وما كاينش الماء، وما كاينش الضوء. هذا رسمه النفي. الناس اللي كيتبجحوا دابا في الدفاع على المدرسه العموميه، ولا ربما الناس اللي كتدافع على الانظمه الاساسيه، تمشي دير واحد الزياره تشوف فين المدرسه العموميه، في كاينه كاين مدارس دابا تنعرفوهم حنا فرعيات ما فيهاش حتى مرافق صحيه، عيب وعار، مرافق صحيه ما كايناش. الاستاذ ولا كذا الا بغى يقضي حاجته كذا راه مشكل، التلاميذ كذلك، يعني خص تبقى دائما حاسم، يعني شي امور اجتماعيه للاسف شديد. الوقت اللي كنا نشير الى القمر فالاغبياء كانوا ينظرون للاصبع، للاسف هذا واقع، للاسف الشديد هذا واقع. الناس ما بغاتش ان تطور هذا القطاع هذا، ولكن الناس بغات ان يعني تطبع مع هذه الوضعيه وربما تمشي الاعوص، لان ما يقع الان في ظل غلاء الاسعار، في ظل يعني هذه الوضعيه كامله، راه كفيله بخلق واحد النوع ديال الانفجار. حنا راه في سكته قلبيه، راه كما قال الحسن الثاني في احدى الخطابات ديالو، راه حنا غنوصلوا لواحد المرحله ديال سكته قلبيه لا قدر الله. وهذا الشيء للاسف ملي كنتقدوا الوضعيه من اجل نقلبوا على السبل للتعاطي معها وايجاد الحلول، يعني نتهم باننا كنديروا الفوضى. حنا ما كنديروش الفوضى، راه ما كاينش اللي تيحب الوطن ديالو اكثر منا واكثر من الاساتذه في القطاع ديال التعليم، لان كل استاذ راه يعني على عاتقه يعني مسؤوليه مئات ديال التلاميذ، وبالتالي راه استقرار الاستاذ من استقرار دوك التلاميذ واستقرار المدرسه العموميه واستقرار الوطن ككل اللي هو قطاع حيوي. انا هذه المساله دي قلناها في اطار لقاء دالنا مع الوزاره مع المسؤولين، لكن للاسف الشديد لا حياه لمن تنادي، ومخطط جاي خصو ينزل بكل الوسائل، وخصو يعني اي واحد تيقول لا انه يتم التنحيه ديالو ويتم التوقيف ديالو ويتم العزل ديالو ويتم الهجوم عليه ويتم الانتقام للاسف الشديد من بعض المسؤولين. ولكن كنا تنقولوا بالمسؤولين
فصدر المسؤول يجب أن يكون رحبا وليس أن يكون انتقاميا وكيديا، لأنه ملي تيكون الشخص أكبر من المنصب يكون التواضع ويكون الاحترام، وحينما يكون المنصب أكبر من الشخص يكون الانتقام، تكون السادية، يكون الهجوم على كل من يخالف الرأي. للأسف الشديد هذا واقع. أحيي جميع المنابر الإعلامية الشريفة مجددا، وأؤكد للجميع أنني ماضي في خطوات نضالية مهما كلف الأمر. تحية للجميع. شكرا للمنابر الصحفية الحاضرة، شكرا للمناضلين والمناضلات اللي ضامنين الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين أبوا إلا أن يحضروا لهذه الندوة الصحفية. تحية للجميع، إلى ملتقى لاحق. تحية للجميع.